سلام جميعا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ كيف معكم من جديد؟ بهذا الدرس اليوم بدنا ندور على منتجات مربحه نبيعها على المتجر الالكتروني الخاص فينا. رح نستخدم اليوم منصه العلي اكسبرس حتى ندور على هذا المنتج. حندور على اليوم على 5 منتجات رابحه، وخلينا نبلش مع بعض. طبعا اول شيء بتعملوا ساين ان للعلي اكسبرس تبعكم، بتعملوا اكونت على علي اكسبرس. اذا ما عندك اكونت بتعمل اكونت، تكبس على جوين فري. اوكي، انا عندي اكونت، رح اعمل هلا ساين ان. هلا هون بحط الايميل تبعي، هاد نعمل سلايد. اوكي، احيانا بيطلب منك الارقام هاي مشان ما تكون انت رجل الكتروني، بتعمل ساين ان. تمام، اوكي. هلا بدهم هنا مني هون 6 ارقام، ما بعرف ليش، بس رح اجيبهم من الايميل تبعي ونرجع نكمل بالفيديو. اوكي، سو انا هلا عملت لوج ان على العلي اكسبرس تبعي. هلا اول شيء بعمله هون نكبس على العلي اكسبرس تبعنا. تمام، بنروح على هون على مسج سنتر، بعدين بنروح على اكونت سيتنج، راح يطلع قدامنا هون دروب شيبينج سنتر. شفتوا كيف؟ نكبس عليها مره واحده. اذا ما كانت موجوده عندك هاي الصفحه هون، بيكون مكتوب عندك انه سجل معنا حتى نفتح لك هاي الصفحه. فانت بس بتسجل معهم، بتحط اسمك وايميلك، وبيقولوا لك انه شو البزنس تبعك، شو بتعمل، كم قطعه بتبيع، وهكذا. شو ما كانت اجوبتك رح يفتح الحساب، شو ما كانت، هن بس بياخذوا هي الاحصاءات. فنحن بنروح نكست ستيب على فايند برودكت تو سيل او برودكتس تو سيل. هون بتنقي النيش اللي بدك اياها. تمام، في عندك اي نيش، عندك هوت سيلينج، عندك سبونسرد برودكت، عندك هون مثلا نكتب بدنا نيش، نقول بدنا فتنس، نعمل سيرش ونلاقي منتجات الفتنس كلها. لو بتشوفوا هون حسب الاوردرز، دروب شيبينج اوردرز والشغلات هاي. طبعا هي احد الطرق اللي ممكن تستخدموها لدور على منتج. هلا انا شو حاعمل؟ انا المنتجات اللي ملاقيها اوريدي موجوده، رح اورجيكم شو هي المنتجات اللي انا ملاقيها، ورح اورجيكم كيف تستخدموا هي الخاصيه اللي هي اسمها برودكت انالايز. فخليني افتح شي منتج مثلا، هاد نروح لهون ناخذ اللينك تبعه، نسخ ونعمل هون انالايز، وبنشوف انه هذا المنتج مثلا ليك قديش ببيع. باعوا هون عنا مثلا 100 قطعة، بعدين هم ما عاد في ولا بيعة. شايفين كيف؟ خلينا ناخذ منتج تاني بركي فيه معلومات افضل. بنروح هون سمارت واتش، نحط هون سمارت واتش، سيرش هون علي اكسبرس، بنرتبه حسب الاوردرز، بناخذ هاي اللينك تبعه، بنرجع لهون نعمل انلايز. شايفين كيف؟ بتقلكم انه هذا مثلا بهذا اليوم مثلا 31/8 بعد 40 قطعة، بعدين عندنا هون مثلا ب 11/9 بعد 28 قطعة. عرفتوا كيف؟ فأنا بحب كتير هاي الميزة الجديدة بعلي اكسبرس، وفيكم تستخدموها انتم. أما هلا خلينا نبلش نرجيكم المنتجات اللي أنا لقيتها وليش أنا بنصح فيها. تمام؟ فخلينا نبلش مع بعض. أوكي، سو خلينا نبلش هلا بالمنتج الأول. هلا طبعا المنتجات الخمسة أنا لقيتها كلياتهم، فيكم تلاقوهم مثل ما انا لقيتهم بنفس الطريقة، سوبر ايزي اللي قلت لكم عليها بداية الفيديو، هي الطريقة. ولكن خلينا نبلش بالمنتج الأول. المنتج الأول هو عبارة عن ستيكر صغيرة بتنحط على مراية السيارة، بتساعد كثير بالشتاء، لأنه طلعوا على مراية السيارة كيف؟ بالشتاء لما يكون مثلا الصبح بتطلع أنت بالسيارة تروح على الشغل مثلا، بتلاقي على المراية هون في مي، تمام؟ فانت ما عندك مساحه لتروحهم، بدك تروحهم لحالك، يا اما بايدك يا اما بدك تجيب محرمه. تمام، فهيدي ستيكر انا رح اجيب منه. فهيدي ستيكر شو بتعمل؟ انت بتحطها على المرايه بس هي ما بيعلي عليها مي، وبالتالي انت ما بتضطر اصلا انه تمسحها. فاللي بتقول انه قريبه يلا بعمل لها هيك بمسحها، بس انت عندك مرايتين، مرايه هم بتمسحها بس المرايه الثانيه انت ما حتقدر تمسحها لانه بعيدك، تنزل السياره وتمسحها. فمشان هيك هذا اختراع رائع جدا. طبعا هون صار $2، في ارخص اكيد، يعني اذا بتدوروا حتلاقوا ارخص من هيك لانه هي عباره عن ستيكر. تمام، فهذا هو المنتج الاول. طبعا بدي اياكم تنزلوا هاي الاكستنشن اسمها اسيفاي، بتعطيكم هيك مثل معلومات اللي شايفين مثلا خلال اخر كم يوم كم قطعه واعي. شايفين 100 قطعه. طبعا مو دقيقه 100%، ولكن بتعطينا معلومات مثل هذا اللينك اللي بنحطه هون برودكت انالايز. تمام، فهذا هو المنتج رقم واحد، فيكم تبلشوا تبيعوا مباشرة. حطوا الاهتمامات السيارات، تمام، كار اونر، بي ام دبليو، مرسيدس، اودي، او اي نوع من السيارات حطوهم كلياتهم. تمام، فهيك انتم فيكم تستهدفوا هذا الجمهور. هلا
هلا المنتج الثاني اللي ممكن نروج له هلا، هل هذا المنتج كمان ليش منيح؟ لانه احنا هلا جايين على الشتاء، تمام؟ لو جايين على الصيف ما كان حيكون منيح. المنتج الثاني هو هذا، اي شيء له علاقه بالهالوين. هلا حاليا قريب، ما بقي هلا، هلا اخر 3 شهور هن كلياتهم اعياد وكلياتهم احتفالات والهالوين بيناتهم، لهيك نحن فينا نروج لاي منتج من هدول. انا بنصح يكون مثلا هدول الازياء الكوستم، تمام؟ يعني تلبس انت مثلا ديناصور او تلبس هيك زي اليقطين او شيء، المهم يكون شيء مميز، تمام؟ رتبون حسب الاوردرز، تمام؟ وبتشوفوا الشغلات الحلوه. فخلينا نشوف مثلا مثال. هلا هذا اللي طلعوا مكتوب اد، شايفين اد اعلان، فاحنا مضطر نشوف الاد، نشوف غير الادز. فبنعمل ترتيب، مثلا بنشوف هون، شايفين هاي الاضواء مثلا منيحه ممكن تمشي معنا. شوفي عندنا كمان، بدي اجيكم الكوستمز اللي انا شفتهم اول شيء اصلا، حاكتب هون هالوين كوستم هاد. هاد شفته السنة الماضية أنا، وكان عم بيبيع كتير منيح، فهي السنة أكيد حيبيع كتير منيح. نفس المبدأ. فهذا هو ليكو أصلا فيديو جاهز هون، هذا المنتج حقه هون عندكم بال20 لل30، فيكم تبيعوا انتو مينيموم 50، يعني 49 99 بجيب لكم مبيعات بشكل مضمون. انا يعني لما تكون تستهدفوا هيك شيء، استهدفوا مثلا الشباب اللي عمره صغير، اوكي؟ يعني بال20ات. هذا المنتج ايضا، هذا فيكم تستهدفوا الاعمار كلياتها، اوكي؟ بناخذ المنتج يلي بعده، يلي هو منتج كول كتير للناس اللي بيعزفوا جيتار. هي عبارة عن قطعة صغيرة، طلعوا خليني ارجيكم، هي قطعة صغيرة، حيكون وزنها خفيف، تمام؟ اصلا سعر رخيص، فينا نبيعها ب19.99. وهي بتساعد الناس اللي بيعزفوا جيتار، يعني بتساعدهم بالتدريب، تمام؟ بتشوفوا المبيعات انه كانت لا بأس، حلوة كثير. وهذا المنتج ايفر جرين، يعني بينباع بالصيف بينباع بالشتاء، تمام؟ عليه رقم كثير كبير من الاوردرز، ليكو 19000 اوردر، تمام؟ وتشوفوا هون عندكم البرازيل وروسيا، هن اكثر الناس اللي عم بيطلبوه. يعني لسه امريكا ما في ناس كثير عم تروج له، حسب ما مبين هون من احصاءات علي اكسبرس. فينا نروج له هذا المنتج بامريكا. هلا المنتج اللي بعده منتج رائع جدا جدا، وهذا المنتج يعني صراحه انا ترددت شوي قبل ما احط لكم اياه، يلي هو حزام امان، تمام؟ للنساء الحوامل، لانه بالعاده حزام الامان بوصل، يعني في يعني في له الشريط التحتاني على البطن، ففي حاله لا سمح الله صار حادث مثلا، ممكن هذا الشيء ياثر على البطن، ممكن ياثر على الجنين. لهيك لقيت على هذا على الاكسبرس، لقيت هذا المنتج يلي بتحطه انت هون، خليني ارجيكم، يلي انت تحطه بحزام الامان بالسياره، بحيث طلعوا هون، بحيث ما يجي على البطن مباشره، بيجي هيك من تحت على الرجلين وبعدين من فوق على الكتف، شايفين؟ بحيث صار ما صار حادث او كذا ما يصير شيء للبطن. فهذا المنتج رائع جدا، ولهلا انا ما شفت حدا عامل اعلان فيه، يعني لهلا ما اجاني اعلان بهذا المنتج، تمام؟ ليك هاي الصوره بتوضح لكم كل شيء. فيكم تحطوا، شايفين هاي الصوره؟ هاي الصوره لحالها اذا بنحطها هيك نحن، تمام؟ اذا بنحط هاي الصوره هيك لحالها بفيسبوك اد، صوره وليس فيديو، ممكن تجيب لك تراك، ممكن تجيب لك عالم يشتروا من عندك، تمام؟ طبعا بالاستهداف الصحيح والكتابه الصحيحه، ويكون عندك متجر وسعر رائع، يعني متجر تبعك مظبط ومرتب ومكتوب كوبي كثير حلوه، ديسكربشن كثير حلو، تمام؟ ويكون عندك السعر رائع، يعني ما يكون مثلا سعر 200، ما حدا حيشتري من عندك، تمام؟ واخر منتج حنا حاجيكم اياه اليوم، هو منتج بينباع بشكل سنوي كل سنه لما تبلش مدارس، تمام؟ للناس اللي بدهم يفوتوا على المدرسه هلا، الناس الصغار عمرهم بين السبعه مثلا او اقل، تحت السبعه، ما بيعرفوا يمسكوا القلم منيح، فهيك هيك قطعه سيليكون صغيره بتساعدهم على انه يمسكوا القلم بشكل افضل، وبالتالي يقدروا شو يكتبوا بشكل اسهل. فانت بتساعد هدول الناس على كتابه الاطفال، فالاباء حيشتروها بشكل يعني بدون ما يفكروا حتى، هي منيحه لابني هاي خليني اشتريها. واذا انت بتبيعها هي بسعر رخيص، يعني 9 دولار، 9.99، عرفتوا كيف؟ وبتعملوا بعدين اب سيل او بتبيعوا مثلا شغلات مكمله لهي الشغلات، فهيك انتم بتربحوا من الزبون كثير، وبتخلوا الزبون يشتري عندكم بدون ما يفكر مرتين حتى، لانه السعر عندكم رائع. طبعا هون مين بتستهدفوا؟ بتستهدفوا البيرنتس، تمام؟ فيكم انتم على الفيسبوك تستهدفوا الاباء، بتستهدفوا الاباء، بتستهدفوا كمان الامهات، بتستهدفوا كمان الاباء بعمر معين، الاباء مثلا عندهم اولاد بعمر بين السنتين للخمسه، تمام؟ هيك انتم فيكم تستهدفوا على الفيسبوك. طبعا هذا بيمشي على الانستغرام، بيمشي على الفيسبوك، وهذا نفس الشيء، وهذا نفس الشيء، كل المنتجات اللي ارجيتكم اياها بيمشوا على الفيسبوك وبيمشوا على الانستغرام. فهدول المنتجات الخمسه اللي حبيت اورجيكم اياهم.
انا هدول لقيتهم انا بعمل تحت ال 24 ساعه، فتح حالي ليش ما اشارككم اياهم اذا انا ما حاستخدمهم اصلا؟ تمام، فهدول هن المنتجات فيكم تبلشوا فيهم، ويلي بلش فيهم وجاب نتائج منهم بليز حطونا تحت بالكومنتس، شاركونا نتائجكم وخلونا نستفيد من التجارب يلي عندكم. فبتمنى التوفيق للجميع، بشوفكم بالفيديوهات الجايه. سلامات.